بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المؤمل القائم من آل محمد عليه السلام. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا أبا محمد الحسن. عظم الله لك الأجر سيدي يا قائم آل محمد بمصاب جدك أبي عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، لو كان يدري يوم عاشورائي ما كان يجري فيه من بلائي، ما لاح فجر ولا استنارا ولا أضاء الشمس نهارا، سود حزنا أوجه الأيام وأوجه الشهور والأعوام، لله ما أعظمه من يومي أطار صبري وأزال نومي. اليوم أهل آية التطهير بين صريع فيه أو عفير، قال المؤرخون لما أصبح الحسين عليه السلام سنة 61 للهجرة صلى بأصحابه صلاة الصبح، ثم قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس قد أذن الله في قتلي وقتلكم في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال، ثم صفهم للحرب وكانوا 77 بين فهرس وراجل، ووضع زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر صاحب رسول الله في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس، وثبت هو عليه السلام وأهل بيته في القلب، وأقبل عمر بن سعد عليه اللعنة في ذلك اليوم ب30,000 وعلى ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عزرة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، وأعطى رايته ذويد مولاه، وأقبل القوم يجولون حول البيوت يرون النار تضطرم في الخندق، فنادى شمرا بأعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة، فقال الحسين عليه السلام من هذا؟ قيل شمر بن ذي الجوشن، قال ويلك يا ابن راعية المعزى، أنت أولى بها مني صليا. ورام مسلم بن عوسجة الأسدي أن يرميه بسهم
فمنعه الحسين عليه السلام وقال: أكره أن أبدأهم بقتال. ثم إن الحسين عليه السلام لما نظر إلى جمعهم وكأنه السيل رفع يديه بدعاء جده محمدا يوم بدر، قال: اللهم أنت ثقتي في كل شدة ورجائي في كل معضلة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلت بك دون غيرك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلتي فركبها وتقدم نحو الجيش قريبا منهم، قال: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا علي حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعذر لكم عن مقدمي هذا، فإن صدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تعطين النصف من أنفسكم فأجمعوا شركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال ابن الأثير في الكامل: فلما سمعنا النساء هذا من صحنا وبكينا وارتفعت أصواتهن، فأرسل أخوه أبي الفضل العباس وعليا الأكبر وقال: سكتاهن، فلعمري ليكثر بكاؤهن. ثم إنه عليه السلام حمد الله وصلى على النبي وعلى الملائكة والأنبياء، وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره، ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أكثر منه في منطقه. قال: أيها الناس، إن الله خلق الدنيا فجعلها دار بلاء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فجنبكم رحمته وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال: أيها الناس، انسبوني من أنا، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن عمه
وأول المؤمنين بالله والمصدق لما جاء من عند ربه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله، هذان سيدا شباب أهل الجنة يعني الحسن والحسين، فإن كذبتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت علي أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة لي ولأخي الحسن من رسول الله. ويلكم، أما في هذا شاهد لكم عن سفك دمي؟ ثم قال شمر بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. قال حبيب بن مظاهر: وإنك تعبد الله على 70 حرفا، وأشهد أنك صادقا ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين عليه السلام: عباد الله، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض، ويلكم أتطلبوني بقتيل قتلته أو مال استهلكته أو قصاص جراحا أو شريعة بدلتها أو سنة غيرتها، فأخذوا لا يكلمونه. ثم نادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا عبد الله بن عمير، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدموا على جند لك مجند. قالوا: لم نفعل. فقال الحسين عليه السلام: سبحان الله، بل والله فعلتم، غدر فيكم قديم. ثم ناداه قيس بن الأشعث: يا حسين، ألا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. قال الحسين عليه السلام: أنت أخو أخيك، يعني محمد بن الأشعث، الذي شرك في قتل مسلم بن عقيل، ويلك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عدت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم نزل من على راحلته وأمر عقبة بن سمعان مولى الرباب فعقلها. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا
فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة حاشاك سيدي أم كنت في أحكامي مرتابا أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلان فيكم عترة وكتابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا وأقبل القوم يزحفون نحوه وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميمي فصاح أفيكم حسين وفي الثالثة قال أصحاب الحسين هذا الحسين فما تريد من قال يا حسين أبشر بالنار فقال الحسين من هذا قيل هذا ابن حوزة التميمي فرفع الإمام يده نحو السماء قال اللهم حز ابن حوزة إلى النار فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس وكان بينهما نهر فشبت فيه الفرس فسقط منها وقطعت يده وساقه وبقي جسمه الآخر معلقا بالركاب تضرب به كل حجر ومدر وألقته في الخندق الذي أمر الحسين عليه السلام بحفره إلى جهنم وبئس المصير قال مسروق بن وائل الحضرمي كنت واقف أول الجيش علي أصيب رأس الحسين عليه السلام فأحظى بذلك عند ابن زياد فلما رأيت بما صنع بابن حوزة علمت أن لأهل هذا البيت منزلة وحرمة عند الله وقلت لا أقاتلهم فيكون في النار واستأذن زهير بن القين البجلي رضوان الله عليه من الحسين عليه السلام في أن يكلم القوم فأذن له وخرج على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح قال أيها الناس نذار لكم من عذاب الله نذار نحن وأنتم حتى الآن على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف فإذا وقع السيف انفصمت العصمة وكنتم أمة ونحن أمة إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد فرماه الشمر قال أسكت أسكت الله نأمتك أبرمتنا بكثرة كلامك قال يا ابن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة لا تحكم من كتاب الله آيتين فابشر بالخزي في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة فقال زهير أفبالموت تخوفني والله للموت مع أبي عبد الله أحب إلي من حياة الخلد معكم ثم قال أيها الناس لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي يعني شمر وأضرابه فوالله لا ينال قوم
شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، أهرقوا دماءهم وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. فأرسل إليه الحسين عليه السلام رجلا يقول: يا زهير، إن أبا عبد الله يقول ارجع، فلئن كان مؤمن آل فرعون قد نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء القوم لو نفع النصح والإبلاغ. فرجع إلى مصاف أبي عبد الله، واستأذن برير بن خضير الهمداني سيد القراء في جامع الكوفة من الحسين عليه السلام في أن يكلم القوم، فأذن له. وكان برير ناسكا عابدا قارئا للقرآن، وكان من كبار التابعين، وله بالكوفة منزلة وجلالة. قال: أيها الناس، إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تلغ فيه خنازير السواد وكلابه، أفجزاء محمد هذا؟ قالوا: يا برير، اكفف عنا، فوالله سيعطش الحسين كما عطش من كان قبله، يقصدون به الخليفة الثالث. ثم قال: عباد الله، إن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، فهاتوا ما تريدون وما الذي تريدون منهم. قالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد. فقال برير عليه السلام: ويلكم، هؤلاء عترة نبيكم. ثم قالوا: يا برير، اكفف عنا، فقد أكثرت الكلام وقد أبرمتنا بكثرة كلامك، والله ما ندري ما تقول. قال: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء إلى أعداء محمد وآل محمد. ثم رموه بالنبال فتقهقر إلى مصاف أبي عبد الله عليه السلام. ثم إن الحسين عليه السلام نشر مصحفا على رأسه وركب جواد رسول الله وتقلد سيفه ولبس عمامته ودرته وجبته، ثم إنه استشهدهم على ما عليه وقال: إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي محمد. وقال عليه السلام: أوليس هذه عمامة رسول الله وجبته وسيفه وهذا فرسه والقرآن الكريم الذي جاء به من عند ربه؟ فأجابوه بالتصديق. قال: إذن ما الذي أقبلكم على قتلي؟ قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. قال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم
واحتطبتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم فأصبحتم علما لأعدائنا على أوليائنا بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيه إلا الخسيس من العيش طمعتم فيه فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجيش طامن والرأي لما يستصحف فأسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا وتهافتم عليها تهافت الفراش ثم نقضتموها يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب وملحق العهار بالنسب وصراخ أئمة المستهزئين الذين اتخذوا القرآن عضين وإلكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون غدر فيكم قديم وشجت علي أصولكم وتفرعت جدودكم ثم أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادي فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين كذاك الدار دولته سجال كذاك الدار دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا أما والله لا تتهنؤون بعدا إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهدا معهود عهده لي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رفع طرفه إلى السماء قال اللهم امنحهم بركات الأرض وابعث عليهم سنين كسنين يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فلا يدع أحدا منهم إلا انتقم أهلي ولأشياعي وأهل بيتي طعنة بطعنة وضربة بضربة واستدعى الحسين عليه السلام عمر بن سعد وكان كارها لا يحب أن يأتيه فقال أي عمر أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلاد ري وجرجان لا والله لا تتهنأ بعدي ببر العراق ولك في الدنيا خزي وعذاب أليم يوم القيامة فصرف بوجهه عنه مغضبا وأقبل الحر بن يزيد الرياحي إلى الحسين عليه السلام إلى عمر بن سعد وقال أمقاتل أنت هذا الرجل قال إي والله قتال أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي قال أما لك فيما عرضه عليك من الخصال رضا قال لو كان الأمر إلي لقبلت ولكن أميرك ابن زياد يأبى ذلك
فانحاز الحر قليلا قليلا فرآه القرة بن قيس قال يا قرة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال لا. قال إذن فاذهب فاسقيه. يقول حر قرة فظننت أنه يريد الاعتزال وأحب أن لا أرى أياه وتقدم نحو الحسين قليلا قليلا فرآه المهاجر بن أوس قال يا حر أوتريد أن تحمل؟ وكان الحر مع ابنه وأخوه وغلام له. قال فأخذته رعدة شديدة فانتاب ذلك من وقال يا حر لو خيرت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك فما هذا الذي أراه من؟ قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا. فضرب جواده ومن معه ولحقه بالحسين وقدم على أبي عبد الله مطاطئا برأسه منكسا رمحه قالبا ترسه حياء من آل الرسول بما جعجع فيهم في هذا المكان على غير ماء ولا أكلاء. فقال الحسين من هذا وهو يعرفه؟ قالوا له إنه الحر. قال يا حر ماذا تريد؟ قال سيدي إني تائب منيب فهل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك فانزل. قال سيدي أنا فهرس لك خير مني راجلا وإلى النزول يكون آخر أمري. ثم استأذن من الحسين عليه السلام في أن يكلم القوم فأذن له وعظهم وحذرهم فلم ينفع فرشقوه بالنبال وتقهقر إلى مصاف أبي عبد الله عليه السلام. ثم إن ابن سعد أوتر قوسه ووضع سهمه في كبد القوس ورمى نحو الحسين عليه السلام وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. يا مؤمنون فجاءت السهام إلى أبي عبد الله وأهل بيتي وأصحابه كأنها رشق المطير فلم يبق من أصحابي إلا أصيب بتلك السهام. فقال الحسين رحمكم الله قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. يا مؤمنون فاقتتلوا ساعة من النار فمن جلت الغبر إلا عن 50 صريعة. أيوة حسين. هنا الحسين قبض على شيبته المقدسة ورفعها نحو السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنهم حاربونا. ثم قال لقد اشتد غضب الله على المجوس إذ عبد الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوا ثالث ثلاثة واشتد غضبه على اليهود إذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على هؤلاء القوم الذين اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم.
ثم نادى أما من مغيث يغيثنا أما من ناصر ينصرنا فتقدم الفتيان الجابريان وكانا أخوين لأم وابن عم قالا سيدي أبا عبد الله أتأذن لنا بالبراز بين يديك فأذن لهم الحسين عليه السلام فرآهم يبكيان قال يا ابن أخوي ما لي أراكم تبكيان إني لا أرجو أن تكونوا بعد ساعة قريري العين قال سيدي أبا عبد الله والله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك فجزاهم الحسين خيرا وقاتلا حتى قتلا وتقدم واب بن حباب الكلبي وكان نصرانيا أسلم بالطريق هو وزوجته وأمه على يدي أبي عبد الله عليه السلام فلما سمعت أمه استنصار أبي عبد الله قالت بني قم وانصر ريحانة رسول الله حتى تبيض وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة بني قم وانصر ريحانة فاطمة وقالت زوجته يا وهب الله الله فإننا قريب عهد بالزواج فقالت أم بني أعزب عن قولها ولا تلتفت إلى كلامهم وقاتل بين يدي أبي عبد الله فخرج وهب وكان شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين شجاعا مجربا فوضع الحسين يده على منكبه وقال أحسبه للأقران قد تهلا فاستأذن من الحسين فأذن له خرج وأنكره القوم قالوا هذا لا نعرفه فليخرج إلينا برير أو زهير فلما رأى إنكارهم قال إن تنكروني فأنا ابن الكلب حسبي ببيتي في علي من حسبي إني امرؤ ذو مرة وعضبي وأدفع الكرب أمام الكرب ليس جهادي بالوغى من لعبي إني زعيم لك أم وهبي بالضرب صادق فيهم والطعن قاتل القوم حتى قطعت يمينه رجع إلى أمه قال أمه هل رضيت عني قالت لا والله لا أرضى عنك حتى تغضب بدم الشهادة بين يدي أبي عبد الله فرجع وهب إلى ميدان القتال وإذا بامرأة حاملة عمود خيمة تجري خلفه تقول يا وهب قاتل دون الطيبين التفت وإذا بها زوجته قال يا صالح قبل قليل كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي قالت يا وهب لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي قال ما الذي رأيتي منه قالت يا وهب رأيته بذهب الخيمة مطأطئا برأسه ينادي أمه من ناصر ينصرنا قل لبيك أبا عبد الله أما من ناصر ينصرنا
أما من مغيث يغيثنا يا أما الحوراء زينب الله يعينك ما لك محيم وقومك على الثمر أنا مني أنا جيب عن كربلاء يا غبت تدري أنا ما يا عليك كودين وقاتل قتالا شديدا وعطف علي الناس فقتلوا رضوان الله علي وخرجت أمه تنادي بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة ثم قال شمر لغلامي رستم اضرب رأسها بالعمود فضربها وهي أول امرأة تقتل بين يدي أبي عبد الله عليه السلام وتقدم الحر بن يزيد الرياحي مستأذنا من الحسين عليه السلام فأذن له الحسين فقال أنا الحر ومأوى الضيف أضربوا في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي وكان فرس الحر مضروب على أذنيه وحاجبيه والدماء تسيل منهما آياء وقاتل حتى قتل رضوان الله عليه يا مؤمنون مشى إلي الحسين وجلس عنده وهو يشد جرحا في عضده ويقول أنت الحر كما سمتك أمك حر في الدنيا والسعيد في الآخرة يا مؤمن لما قتل الحسين عليه السلام وأمر عمر بن سعد بحز الرؤوس قامت عشيرة بني رياح قالت لا والله لا يقطع رأس عميدنا يا وأيدينا على قوائم سيوفنا فقال الأمير دعوا الحر لتحمله عشيرته لكن يا مؤمنون مروا أمام بنات رسول الله أمام زينب فصاح زينب ويلكم أما لهذا المسجى من عشيرة العشيرة شالت بحر الظهيرة كل منهم علي شالت الغيرة بس ظل والما عدتم عشيرة ضحايا على التراب من غير تغسيل وتقدم يا مؤمنون مسلم بن عوسجة الأسدي ابن عم حبيب وكان صحابيا جليلا بين يدي أبي عبد الله فاستأذن من الحسين فأذن له وتقدم وهو يقول قد علمت كتيبة الأنصار وخندف بعد بني نزار أني أحمي حوزة الذمار دون حسين مهجتي وداري
فمن جلت الغبرة إلا ومسلم صريع وبه رمق من الحياء فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر فقال الحسين ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال حبيب يا أخي يا مسلم لولا أعلم أني بالأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك فأشار بيدي إلى الحسين قال حبيب حبيب أوصيك بهذا الغريب قاتل دونه حتى تموت حبيب يتريد من عندي وصية أنا شبيد حالتي علي المنية أوصيك بغريب الغاضرية هذا حسين عنا لا تقصرون والتفت أبو ثمامة الصائدي إلى الشمس وقد زالت فقال إلى الحسين عليه السلام سيدي أبا عبد الله والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أحب إلي منك وأحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها قال الحسين عليه السلام ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين نعم هذا أول وقتها سلوا القوم أن يكفوا عنا فأرسل زهير بن القين وحبيب بن مظاهر وجماعة من أصحابه فقال زهير بن القين إن الحسين يريد أن يصلي فقال الحسين بن نمير مدير شرطة بن مرجان إن صلاة الحسين لا تقبل فقال حبيب زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار فتضارب فضرب حبيب وجه فرسه فشبت به وسقط اللعين وقام إليه آخر فضرب حبيب بالرمح في ظهره وقام إليه لعين وضربه بالسيف على رأسه ونزل إليه التميمي واحتز رأسه أيوة حبيب وهد ذلك الحسين عليه السلام قال عند الله احتسب نفسي وأحتسبك يا حبيب وحماة أصحابي ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم قام الحسين عليه السلام وصلى بأصحابه صلاة الخوف وأمر سعيد بن عبد الله الحنفي وزهير بن القين أن يقفان أمامه ويقيانه العدو فما انتهى الحسين من صلاته حتى إذا سعيد خر ميتا فوجد به 13 سهما غير الضرب والطعن وكان به رمق من الحياء التفت إلى الحسين قال سيدي أنا ما ضربت وياك بسيف ما طعنت برم عوفيت يا ابن رسول الله قال سعيد سعيد أجل اقرأ رسول الله عن السلام وقل له خلفت حسينا في الأثر وقام الحسين عليه السلام
في من بقي من أصحابه وخطب فيهم قال يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وهذا رسول الله والذين استشهدوا معه ببدر وأحد وحنين يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم فذبوا عن حرم الله فصاحوا بأجمعهم نفوسنا لنفسك الوقاء وأرواحنا دونك الفداء أبا عبد الله لا يصل إليك ولا إلى حرمك يسوء وفينا عرق يضريب وزينب تحشم يوم يا أهلي الشيم هذا محلكم وليل مازم ندخر هممكم شين هالعذار يا كرام منكم تخلون بالذل حرمكم واستاذن زهير بن القين ومعه ابن عمه من الحسين عليه السلام فأذن لهما وقاتل ابن عمه حتى قتل وتقدم زهير واضعا منكبه على أبي عبد الله وهو يقول أقدم هديت هاديا مهديا اليوم ألقى جدك النبيا وأباك المرتضى عليا والحسين يقول وأنا ألقاهما في أثرك وفي برزاتي يقول أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسيني إن حسينا أحد السبطين من عترة النبي البر التقي الزين قاتلهم قتالا شديدا وعطف عليه كثير بن عبد الله الصعبي والمهاجر بن أوس فقتله رضوان الله عليه وتقدم من بعده جون ابن حوي السوداني وكان كبير السن كان غلاما عند أبي ذر وبقي مع أمير المؤمنين والحسن والحسين فقال الحسين يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا يا قال سيدي أبا عبد الله إن لوني لأسود وإن حسبي للئيم وإن ريحي لنتن فتنفس علي بالجنة ليبيض وجهي ويطيب ريحي ويشرف حسبي فتقدم يقول كيف يرى الكفار ضرب الأسود بالسيف ذبا عن بني محمد أذب عنهم باللسان واليد أرجو بذاك الفوز يوم المورد وقتل رضوان الله عليه ومشى إليه الحسين عليه السلام وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وعرف بينه وبين آل محمد فبيض وجهه وكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة وذلك ببركة دعاء أبي عبد الله عليه السلام ونادى حنظلة بن سعد الشبامي يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم عاد وثمود
وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم لا تقتلوا حسينا فيسحتكم الله بعذاب. وقد خاب من افترى. فقال الحسين عليه السلام: رحمك الله، إنهم قد استوجبوا العذاب يوم ردوا ما دعوتهم إليه، فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين؟ قال سيدي أبا عبد الله: أولا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟ قال: بلى، روح إلى ما هو خير لك من الدنيا وملك لا يبلى. فقاتل قتالا شديدا وقتل، وكان أخوه واسمه عبد الله مع عمر بن سعد. فنعت الحسين بكلمة وهي خلاف الصدق. قال: يا حسين، غررت أخي حتى قتلته. قال الحسين عليه السلام: لم أغر أخاك، ولكن الله هداه وأضلك. وتقدم أنس بن الحارث ابن نبيه الكاهلي، وكان شيخا كبيرا صحابيا بدريا أحديا حنينيا، برز شادا وسطه بالعمامة، رافعا حاجبيه بالعصابة. لما رأى ذلك الحسين بكى، قال: رحمك الله يا شيخ. ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فقتل على كبره 13 رجل، وقتل رضوان الله عليه. والتفت عابس بن شبيب الشاكري إلى شوذب مولى الشاكر، قال: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ قال: أقاتل حتى أقتل. قال: نعم، إن هذا يوم يجب أن نطلب فيه الأجر بأكثر ما نقدر عليه. فقاتل شوذب حتى قتل. وأقبل عابس بن شبيب إلى الحسين عليه السلام وهو يقول: السلام عليك يا ابن رسول الله. فبرز إلى القوم فلم يبرز إلي أحد، لأنهم يعرفون بأسه وشجاعته. فلما رأى ذلك رمى درعه ومغفره، وإنه ليطرد أكثر من 200. فلما رأى ذلك قال له بعضهم: يا عابس، أجنن؟ قال: بلى بلى، إن حب الحسين أجنني. فصاح عمر بن سعد: ويلكم، ارضخوه بالحجارة. فرضخوه بالحجارة حتى كسروا عضديه وساعديه، وأخذوه إلى ابن سعد وقتل صبرا رضوان الله عليه. ورمى نافع بن هلال الجمل المذحجي بنبال مسمومة، كتب اسمه عليها، وذلك تحقيرا للأعداء. وهو يقول: أرمي بها معلمة أفواقها، مسمومة ليملأن أرضها رشاقها، والنفس لا ينفعها إشفاقها. فلما نفيت نباله جرد سيفه وأخذ يضربهم وهو يقول: أنا الفتى اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي. إن أقتل اليوم فهذا أملي، أو ألاقي به غدا عملي. ولما رأوا ذلك أحاطوه من كل جانب،
وأخذوه إلى ابن سعد أسيرا. فقال له أحدهم: أما ترى الدماء تسيل على وجهك ولحيتك؟ قال: والله لقد قتلت فيكم سوى من جرح، ولو بقيت لي فرس لما أسرتموني. فجرد الشمر سيفه وضرب عنقه رضوان الله عليه. وتقدم عبد الله بن عمرو بن قرضة الأنصاري، وكان غلام صغير قد قتل أبوه بالحملة الأولى. فقال الحسين عليه السلام: بني ارجع إلى أمك تتسلى بك. قال: سيدي أبا عبد الله، إن أمي التي أرسلتني. فأرجعه الحسين، جاء إلى أمه، قال: أمه، ما أذن لي الحسين بالبراز بين يدي. حملته من الأرض قليلا لكي يراه الحسين كبيرا. قال: السيد يا أبا عبد الله، أتذكر اليوم أمك الزهرة بفقدك، ولا أذكر بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. قال: جزيتم خير الجزاء، كان كل من يتقدم إلى المعركة ينتسب إلى عشيرته إلا هذا الغلام. برز وهو يقول: أميري حسين ونعم الأميري، اسرار فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قاتل رجالا وجرح آخرين، ثم قطعوا رأسه ورموا به إلى معسكر أبي عبد الله. أخذته أمه تمسح الدم والتراب عن، وتقول: بني بني، بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. ويلي انقطع راسه وشال تمه، ويلي انقطع راسه وشال تمه، تقل: بيض الله وجهك الواحد القيوم. يما مثل ما بيضت وجهي بحربك اليوم، أريد هنا أياك تذكرني يجي أدوم. بجنان الخيل أدعيد جدي لحسين. وهكذا يا مؤمنون، عظم الله أجورنا وأجوركم. آلت النوبة إلى آل أبي طالب، وأول من تقدم منهم شبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، أبو الحسن علي الأكبر. فجاء إلى الحسين قال: أبا أبا، الرخصة للبراية. قال: أبا، هل من رخصة؟ فلما نظر الحسين عليه السلام أرخى عينيه بالدموع وقال: بني علي، إلي إلي حتى أودعك وتودعني، وأشمك وتشمني. يقول حميد بن مسلم: فاعتنق حتى سقط إلى الأرض. ويلي من تلاه
ضاقة وعين دلي وداع درى وما بعد ما لقى غير الساع بجاء ابني اللي بايا والأبولاع تلا ضاق مغبها من العطاش والحر قال بني ودع أمك ليلى وبنات رسول الله يا فلما دخل صحن بوجهي يا علي ارحم غربتنا فلا طاقة لنا على الفراق وأما الحسين من حرقة قلبه قبض على شيبته المقدسة رفعها إلى السماء قال اللهم شد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه اللهم امنحهم بركات الأرض وسلط عليهم من لا يرحمهم فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ثم قال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك من بعدي وإذا الحسين ينادي دعنه يا بنات فاطمة دعنه يا بنات أمير المؤمنين برز علي الأكبر يقول أنا علي بن الحسين بن علي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي أطعنكم بالرمح حتى ينثني من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين وجبد لي الأعلى بنه من جسم نصين ليلة طلعت لكن لابو اليمة تنادي علي وليدي وجبد يمة وليد الحرب عيدة وحنت دمة مبارك عرسك يا علي يا ماي العين ليلة بوجه فرحان بوجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابن ولا خلم جانا ويلي حسين ساعة خطبة الوان على بنية وصب الدمع على خدهم ليلة نادت يا حسين قل لي شبيه يقل أهل برز لنا خاف من علي يا علي شعرة قلب من الله متمني يا ليلة اندعي ليعود من تدعين وكان أبو الحسن يصول ويجول في ميدان القتال قلب الميمنة ميسره والميسرة ميمنة وغاص في أوساطهم يخرج من أعقابهم كأنه حيدرة الكرار دموج الخيال من يجب العلي دموج الخيال من يجب العلي تظن الخيال كان ابو الحسنين بيسلام الله عليه تظن الخيال كان ابو الحسنين بيها ذاب هذا وراء وهذا لديها مساميها ورمحها يلحق الفرم
وبرز إلي بكر بن غالب فقتله علي الأكبر. رجع إلى الحسين يقول: أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برست فصيدي الأبطال. قال: بني علي ماذا تريد؟ قال: أبا إن العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجادني، هل سبيل إلى شربة ماء؟ يا أبو يا انفطار قلبي وحق جدي، يا أبو يا العطش والشمس والحار يقيل لنا ما يا مني من أنا جيبه، وقلبي مثل القلب أكله. سعد الله قلبك أبا عبد الله، وأنا قلبي مثل قلب أكله. يا ابني مواعدك جريبة. قال: بني ود أمك ليلى. دخل إلى الخيمة مغمى عليها، وضع رأسه في حجره وبكى تساقطت دموع عينه، فكت عينها وشافت ولده يبكي ويسجب الدمع على خده. تقل: يا بعد أمك يا سعد، رديت روحي برديتك، ما ظلت الفرحة بقلب ليل على بنايا الدمع حق من تسيلة. راح الذي عليها فقدت ثجيلة. ورجع علي إلى ميدان القتال يقول: الحرب قد بانت لا الحقائق، وظهرت من بعضها مصادق. والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق، حتى أكمل تمام المئتين. عظم الله لكم الأجر، عظم الله لك الأجر، يا فرج الله يا أبا عبد الله. صاح مرة ابن منقذ العبد: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن به أمه وأباه الحسين. يا مؤمنون، رماه بسهم فوقع في حلقه، وطعنه بالرمح في خاصرته، ثم علاه بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى يا علي، ثم إنه عليه السلام احتضن رقبة الجواد فساق به إلى معسكر الأعداء، وهنا قطعوه إربا إربا. فلما وصلت روح التراب صاح: أبا رسول الله، أبا يا حسين، هذا رسول الله قد سقاني بكأس الأوفى، وإن لك كأسا مدخرا. تقول سكينة: أرعى أبي بعكس الصوت. قلت: أبا إن صوت عليه من هذا الاتجاه. قال بني سكينة: لا تلوميني، فوالله لا أبصر بعيني. يا بويا خماد نور لعيوني ولا بعد ضيم. يا بويا خماد نور لعيوني ولا بعد ظن،
ودربي يا المدلل بيا شواج ظل بيا شواج ضد ربي من وعمة عيوني عزيزي علي وهلال عيني وإذا بالحسين عليه السلام فرق القوم يمينا وشمالا عن شبيه المصطفى ساعد الله قلب رآه مقطعا إربا إربا يا مؤمنون سقطت قدمي الحسين من الركاب ورمى بنفسي على علي الأكبر وهو يقول بني علي أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الأخرى فبنورك مشرقة بني علي على الدنيا بعدك العفايا متحضر العرسك واحسب أيامك يبقى متحضر العرسك واحسب أيامك وأترجى أزفك أنا وعمامك تالي من صيتك تربان ومن أمك ثم إن علي الأكبر ابتسم ثم بكى فقال الحسين بني علي أراك ابتسمت أولا ثم بكيت ثانيا قال أبا أجل لقد حضرت روح أمي فاطمة ولهذا ابتسمت وأما بكائي أبا عبد الله واضع وجهها بوجهك وكلما سقطت من عينك دمعة كلما نزلت من عينك دمعة لطمت خدها وصاحت أيوة ولدا أيوة حسينا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت لخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات ثم قال الحسين عليه السلام يا بني هاشم احملوا أخاكم إلى الفسطاط فلا طاقة لي بحمله أقبل إلي عمه أبو الفضل وبقية بني هاشم وحملوه إلى المخيم لما قربوا إلى المخيم رأوا النسوة تقدمهم كبيرة البيت الهاشمي صارخة مولولة أيوة ابن أخيا أيوة حبيب قلبا وأسرعت لأمه ليلى قومي تلقي ابنك يا ليلى قومي تلقي ابنك يا ليلى لا ما تحارب شايل ثجيلة أنا راح راسي يشيلة وجلست عنده أمه ليلى وهي مولولة أيوة ولدا أيوة عليا يا ابن انقطع منك نصيبي يا ابن انقطع منك نصيبي وانا ريتك بخار الايام شيبي ولما جاءوا بالاكبر مقطعا اربا اربا خرج ابن عمي القاسم وقف عند راسه
قال يا ابن عم لقد عفت الحياة من بعدك، لا خير في الحياة من بعدك. وخرج لعمه يطلب الإذن، طلع جاسم من الخيمة لابن عم علي الأكبر، لقاه معفر مدمع وجسمه معفر مطبر. قعد عند الجذب ولا وصب الدمع وتحسر، يقل له ظلت شني وعمي واقف ومحتر. قصد عمه وقف يمه وصب دمع على الخدين، يقل له الساعة رخصني حلموتي يا عم حسين. وحق راسك لزيل انها لا تلتم صوبي. صحيح زين يا جسام، صحيح زين يا جسام، نيتكم اول وحدي، بس انت وفضل ناصر ما بقى عندي. هاي الحرم مرتاعه تظل محيره بعدي، روح وداعت الله واحنا بالاثر خطار. ودع امه وعماته واخواته، وتقدم نحو الجيش يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن. لزمة رجابة وعم تبحل الشمة، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه، يا ابني يا جاسم هالوقت حيلك لعمك تضمه، لها اليوم انا ظاخرتك بالك تخيب ظنوني. هز الرمح والجنة يا والدة ادعي لي، رايح انا يا والدة من غير ما تقلي لي. انتي وعمتي زينب حين الاغير نخوني، يمه يمه يا عطشان حين الشرب ذكريني. يما شبان شبان لا شفتيهم بالله دمك رشبوي، والله تبرقع فوق مهره. وقال يا امي وقال لزانت على القام حومي، يا بربا وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت يا بالفر. بعد ما في الكتايب يا ويلي برز لي الاسد والسيف مغبي، ضرب جاسم يا ويلي وما دربي. يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام صغير عليه إزار وقميص، وفي أذناه درتان، وفي رجليه نعلان، وانقطع الشسع نعليه اليمنى، وقد أنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي بالميدان غير مبال بكثرتهم. ولم ترعوا هذا العدد، فطأطأ ليشد شسعا عليه، فصاح عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي علي آثم العرب إن لم أذكي العم الحسين. عظم الله لك الأجر يا أبا محمد الحسن يا أبا عبد الله.
مر به اللعين يا مؤمنون فضرب القاسم بالسيف على رأسه رحم الله من نادى أيوا قاسم صاح يا عم أدركني فهرع الحسين وقتل قاتل القاسم يقول حميد بن مسلم فمن جلت الغبرة إلا والغلام سريع وبه رمق من الحياء والحسين جالس عند ذلك الغلام وهو يقول بني قاسم يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا ينفع عنك شيئا بني هذا والله يوم كثر واتره وقل ناصره بجا ونادى يا جاسم ايش بيدي يا ريت السيب قبلك حاز وريدي هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيامي يا عمي القوم تفتر وحمل القاسم بهيئه الراكع ووضعه بالخيمه الى جنب علي الاكبر ونام عليه السلام بينهما تارة ينادي وولداه وعليا تارة ينادي وولداه وقاسما أجاب ومدد ما بين خوت جاب ومدد ما بين خوت بجاعدهم يا ولي وهم موتى بس ما سمعان النسوان صوتى جت رملة تصيح الله بارك بأن سبعين ألف جابوك عني الحين بدم الرأس عنك بدال الشمع من الشعب زفوك ولما قتل القاسم برز عبد الله بن مسلم بن عقيل وهو يقول اليوم ألقى مسلما وهو أبي وعصبة بادوا على دين النبي وقاتل بثلاث حملات حتى قتل ولما قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل برز آل أبي طالب دفعة واحدة فصاح بهم الحسين صبرا على الموت يا بني عمومتي صبرا على الموت يا أهل بيتي فوقع فيهم عون وعبد الله أو عون ومحمد ابن عبد الله بن جعفر الطيار وأمهم العقيل زينب وتقدم عبد الله وأمه الخوصاء وتقدم موسى بن عقيل وسعيد بن عقيل وآل عقيل جميعا حتى قتلا وتقدم آل جعفر وقاتلا حتى قتلا إلى أن آلت النوبة إلى أولاد أم البنين
قالت النوبة يا مؤمنون إلى أولاد أم البنين إلى العباس وإخوتي الثلاثة. قال يا إخوتي ما بأنفسكم أن تصنعون؟ قالوا أبا الفضل نقاتل حتى نقتل. قال بلى جزيتم خيرا وقاتلا حتى قتلا. هنا تقدم أبو الفضل لأن ما بقى عند الحسين إلا أبو فاضل، وهذه الراية ما دام ترفرف فهي قرة عين بنات رسول الله. وإن عسكر الحسين لا زال قائما، إن العباس كان جيشا قائما بذاته، لم يبق لآل الله إلا حسين وأبو الفضل. هل لي يقول أبو الفرج الأصفهاني؟ جاء أبو الفضل وقد احمرت عيناه من الألم، وقال أخي أبا عبد الله والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ داري من هؤلاء الظالمين. صاح الحسين أخي أبا الفضل، أخي كيف آذن لك؟ أنت العلامة من عسكر. يقول لي أي علامة أبا عبد الله؟ أي عسكر؟ روحي بداك. إذا ذهبت يقول جمعي إلى الشتات، أي جمع أبا عبد الله؟ وعمارتي إلى الخرى أيام. صايح يا نور العين يا تاجي على الرأس، يا خويا يا خويا انت الدرع والتاج والطاس، يا خويا شلون تروح وانا ابقى محير؟ نادى يا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحل السكن عظامي. لما سكينة تنادي عمه العطش العطش، هد قوتي أبا عبد الله، يا خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحل سكن عظامي. دخل لي ناري الحق عمامي، اريد الموت قلبي دم يفور. نادى حسين ودعت الله يحيوني، نادى نادى ودعت الله يحيوني. نيتكم وحدة تخلوني. قام أبو الفضل جاء إلى المخيم، كان بعض الأطفال قد غاب صوتهم من الظما، وتقدمهم سكينة ينادون ويؤمون بأيديهم. عمه العطش العطش، هنا تناول قربته وركب جواده وتقدم إلى القوم يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، قاتلهم قتالا شديدا حتى يقول الراوي لما برز العباس بن علي لم نرى إلا رؤوسا متطايرة وجثثا تهوي على التراب، وكان لا يضرب أحدا إلا يقول
خذا وانا ابن منكس الرايات، انا ابن قاتل الابطال. ثم وقف على نشز من الارض واتجه نحو النجف، صاحب علي هذا اليوم الذي وعدتني فيه حتى اؤدي الى السيف حقا. وقصد المشرع وكان عليها عمرو بن الحجاج الزبيدي على 4000، فكسرهم العباس واقحم الفرس الماء وملأ القربة فشد وكاها، ثم ملأ كفه وصاح يا نفس من بعد الحسين يومي، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، يعني يدنو إلى الموت رويدا رويدا، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعل ديني ولا فعل صادق يقيني. يا حاج النفس يا نفسي توني، شلون اشرايا ابو خوفي نفسي انا عطشة. وسقنا وسقنا والحرم واطفال رضعه، وظن قلب العليل التهب نيران، وظن موت كرم والعمر قصر. هذا الماء هذا الماء يجري بطون حياة، أذوقه قبل جبد حسين يا وظن طبل يا ويلي من العطش مايات. ورجع إلى المخيم وكان همه إيصال الماء إلى المخيم وإلى الحسين وبنات رسول الله، فصاح عمرو بن الحجاج الزبيدي عليه اللعنة، حولوا دون وصول الماء، لئن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم، آجركم الله، اصطفت علي الصفوف وتحشدت علي الجيوش، وابن علي يعظم غضب الجبار فلا ينفع. ثم أخذ يضرب فيهم وهو يقول: إني أنا العباس أغدو بالسقاء، ولا أهاب الموت يوم الملتقى، حسبي ببيت الطاهر الطهر وقاء. ثم إنه أكثر فيهم القتل، يا أبا عبد الله يا أمير المؤمنين يا أم البنين، لم يجدوا إلا طريق الكمين والاغتيال، كمن له حكيم ابن الطفيل فضربه على يمينه، فقطع يمين أبي الفضل العباس، فأخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني، نجل النبي الطاهر الأميني.
يا مؤمن وكمل له السلبسي من وراء نخلا فما مر به أبو الفضل حتى ضربه على شماله رحم الله من أهله وحبسه. فأخذ فطارت والسيف معها فصاح يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار فقد قطعوا ببغيهم يساري. وقف أبو الفضل هكذا وإذا يا مؤمنون جاءت السهام كرشق المطار السامون أصاب عين أبو الفضل وسامون أصاب صدره وسامون أصاب القربة فأريق ماؤها عند وقف أبو الفضل متحير لا ماء يوصل إلى المخيم ولا يدان فيقاتل بهما يا مأيس وقف عاف العمر من ساس رايد ممات ولا غدر نوماس طر وبعمود الضغن راسه طاح وصاح يا اخويا المشكر. والعباس هكذا جاءه لعين قال يا عباس ابن علي أنت تقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة أينك الآن؟ قال له العباس يا جبان لما كان قائم سيفي بيدي أين كنت؟ والعباس أراد أن يخرج السهم من عينه بركبته فطاطا عليه السلام فسقطت عمامة أبي الفضل فجاءه لعين بعمد من حديد ضرب مولانا على رأسه يا مؤمنون العباس عاش في الحياة فلم يقل للحسين يا أخي كان يقول سيدي ومولاي إلا في هذه اللحظة قال يا أخي أدرك أخاك فورع الحسين إليه لفاه لفاه من الخيام للعلق معصي يصيح بصايات يا عبيد وقعدين بعد ما شوية بدربي يا ضيعين جاء إلى أبي الفضل العباس ظنه أحد الأعداء يريد قطع رأسه قال بالله عليك أمني فواق ناقة حتى يأتي إلي أخي وابن والدي بكى الحسين قال أخي عباس أنا أخوك وابن والديك أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي ثم إن الأعداء أخذوا يصفقون ويشمتون بأبي عبد الله فصاح الحسين أخي عباس الآن شمت بعدوي.
يا غويا يا عدوي شمت بي يا غويا وقع بيتي علي يا غويا مني أنا جات ليك المنية فقبله الحسين عليه السلام فمن تقبيلة أبي عبد الله عرفه الحسين فحمل رأسه ووضعه على التراب فصنع ذلك ثلاثا فقال له الحسين أخي أبا الفضل ما لي كلما وضعت رأسك في حجري تضعه على التراب قال يا ابن الزهراء أنت الآن تضع رأسي في حجرك ولكن بعد شيعة ولكن أبا عبد الله بعد شويع من يضع رأسك في حجري يا قوة يا من يقف دون المعب دونك يا بعلي ومن يغمض لك عيونك ثم أراد الحسين حمله إلى المخيم فقال العباس أخي أبا عبد الله لا تحملني إلى المخيم قال لما يا نور عيني قال لخصلتين الأولى نزل بي الموت والثانية أنا مستحن من سكين وبنات رسول الله لقد وعدتهن بالماء فكيف أرجع إليهم لكن عندي طلب واحد أبا عبد الله ما هو نور عيني يا أخو يا حسين أنسى اللهم لي على قتنا يا أخو يا حسين أنسى اللهم لي على قتنا وقي الليل هال مني يا فارقتنا وسلام آخر إلى سكينة وقيل سكنا بعد لا تتنا يا تجيب الأمي يا مؤمنون وبينما إمامنا كذلك وإذا بأبي الفضل شهق شهقا وفاضت روحه رحم الله من نادى أيوه أيوة سيدة أيوة مظلومة قام الحسين من مصرع أبي الفضل محدو دبضار منكسر القلب دامع العين قام حسين يبكي للصواعين خايب لن ينجدل الاخواتين يقل الله علي من انت معقب يا والي يا والي تلقيت تبكي سكين يا بويا يا عمي العباس وين شرب مايا شرب مايا ونسانا ما نسيت ما نسينا يا وقلوبنا تلب من الحر خرت دمعة حسين وتلحب ونادى ونار القلب تلب على الشاطئ بنت عم جمت
قضى برت صيح الله أكبر. يا مؤمنون الحسين لم يستطع أن يخبر زينب باستشهاد بالفضل، لكن أخبرها عن طريق، وهو أنه دخل إلى خيمة أبي الفضل فأسقط عمود الخيمة فرسكت وجهها وصاحت آه آه أيوة أخاه وعباسه وضيعته بعدك. فقال الحسين عليه السلام: أجل أجل يا زينب وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل، عظم الله لكم الأجر. عندها وقف الحسين يلتفت يمينا شمالا لا يرى أحدا ينصره، فصاح بصوت عال: أما من ناصر ينصرني؟ قل لبيك أبا عبد الله، أما من ناصر ينصرني؟ أما من مغيث يغيثني؟ فجاء زينب بعبد الله الرضيع، قالت: أخي إن أم الرباب تقول: خذوا عندكم يا آل الله، يموت عندكم أخي أبا عبد الله، أطلب لهذا الرضيع شربة من الماء. جاء بي الحسين إلى القوم قال: يا قوم قتلتم أهلي وأصحابي، ما ذنب هذا الطفل الصغير؟ إن كان ذنب للكبار كزعمكم فما ذنب الصغار؟ انظروا إلي طفل لا يدري ما حوله، قوم قالوا اسقوه، وقوم قالوا اقتلوه، ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقيا، أجركم الله. صاح عمر بن سعد حرملة: اقطع نزاع القوم. قال: يا أمير، الوالد من ولد؟ قال: ويحك ارمي الطفل. يقول حرملة: سددت سهمي في كبد القوس، أين أضع السهم؟ كشفت الريح عن رقبة الرضيع، فبان لي وكأنه إبريق فضة، فذبحت من الوريد إلى رحم الله من نادى. أيوة مظلوم. عند ذلك وضع إمامنا المولى يده تحت الجرح حتى امتلأت دما عبيطا، ورمى به نحو السماء. قال: أول ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، ثم جاء بي إلى المخيم، إلى جبل الصبر، إلى أم المصائب. قال زينب: يا أبخذي عبد الله مذبوح. صاحت: خويا الطفل عن عام غسلي، أنا مالي قلب يا حسي، أنا صيد لي أشوف ذبيحي وما أدري رجلي، هذا الخفيت من طحت بي. عندها يا مؤمنون وقف إمامنا أبو عبد الله
ما بين المخيمات نادى حبيبي حبيب نور عيني برير أخي عباس ولدي علي يا فلان ويا فلان ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أنيام فأوقظكم أم غيام فارتجيكم أيام أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبي يا ويلي علي يوم الوقف وحده ينادي ما واحد اللي ينجده يعاين لاخوته وقام بحده هذا بلا جفوف وذاك مذبوح قام يشيل بيهم فوق صدره يمددهم على رمضة الغبرة بعد ما صابهم نادى بعبرة نادى وين ابو فاضل عظيم أليف واسمع يا خويا ريحتي من ايدي ثم قال من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهراء لأنه كان إذا أراد أن يركب يأتي أبو الفضل العباس أو علي الأكبر فوقف نادى من يقدم لي الجواد وأنا ابن رسول الله فجاء الزينب تقود الجواد بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول أخي صدعت فؤادي لمن تنادي والحماة على الثرى سرعى ولا منهم يبلغ ليلو أخي ما في الخيام إلا نساء ظلهن وعليل فتحادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليل ثم دخل الخيمة ونادى الوداع الوداع هذا آخر الاجتماع وقد قرب من كل الافتجاع يا زينب يا سكينة يا أم كلثوم يا عاتكة يا فلانة وفلانة المملى الوداع ترامينا تساقطنا عليه هذه تشم وتلك تضم وهذه تنادي إلى أين يا حمام إلى أين يا درانا يا بويا نروح كل احنا بدونك اخذنا للحرب يا حسين وياك ايه غيبة يا بويا وقعدتناك وقول انسافر ويومي من يسدر لفعيال من العطش يوم
صاح بصوت للتوديع قوما قوما أيان. ثم إن الحسين عليه السلام افتقد ابنته سكينة قال أخي زينب ما لي لا أرى سكينة. قالت أبا عبد الله يا جالس بكسر الخباء لا تقدر أن تودعك وداع الموت. فذهب إمامنا بنفسه وجد جالسا بحرارة الشمس وضم رأسها بين ركبتيها وهي تقول أنا صغيرة وأيتم. فأخذ يمسح على رأسها ويقول بني سكينة. تعزي بعزاء الله إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون ولي وبكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. ثم تركها غرقا بدموع عينها يا بويا يا بويا يصير من زغريتي يا بويا النايح من عقواك لزيمايا. وأراد الحسين أن يتقدم نحو الميدان وإذا بصوت ابنة من خلفه تنادي أبا حسين أبا حسين قفلي هنيا أرجع الجواد عاين. وإذا بسكينة تقوم وتقع بالطريق كر الحسين راجعا بني سكينة ماذا تريدين؟ قالت أب انزل من على رجلك. فنزل إمامنا قال سكينة ماذا تريدين؟ قطعتني يا طفلي. قالت أب أبا اجلسني على حجرك وامسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. فمر الإمام برأسي على سكينة وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة بل منك البكاء إلى الحمام دهاني. ثم أراد أن يخرج وإذا بصوت طفل أبا حسين قبلي هنيا. رجع الحسين وإذا برقية جاءت تودع الحسين تقول أب متى ترجع؟ أيطول بقى أغلق ذهب عمي العباس ولم يرجع وذهب أخي. ولم يرجع أحد أبا يطول بقى وقال لا يا رقية أنا أجي أخرج متى أبا في الشام في غربة الشام. ثم نادى الحسين زينب أحملي يا أبا لقد قطعتني يا طفلي. ثم إن إمامنا توجه نحو المعركة وإذا بصوت امرأة تنادي مهلا مهلا يا ابن السارة.
عاين الحسين فارتعدت فرائصه لماذا يا مؤمنون لأن زينب قد التحفت بملحف أمها فاطمة قال الحسين زينب قطعتني يا قلبي ما هذا قالت أبا عبد الله اكشف لي عن صدري فكشف لها إمامنا فقبلته في صدره وجمته في نحره ثم توجهت إلى المدينة قالت أم فاطمة لقد أديت الأمانة وثبتت الوصية قال الحسين أخي أي أمانة وأي وصية قالت أخي تذكر لما حضرت أمنا الوفاء أسرت إلي كلمات سألتني عنها فقلت الموعد في كربلاء قالت بني ستحضرين ولا أحضر فإذا رأيت الحسين ودع عياله شمي في صدره لأنه موضع السهم المثلث وشمي في نحره لأنه موضع سيف شمر فبكى الحسين وصاح وأمه وفاطمة ثم إن الحسين عليه السلام يا مؤمنون تقدم نحو الجيش آيسا من الحياة حمل على الميسر يقول أنا الحسين بن علي آليت أن لا ألتني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي وحمل على الميسر يقول الموت خير من ركوب العار والعار أولى من دخول النار والله ما هذا ولا هذا جاري حمل على الميمنة قلبها على الميسرة وقلب الميسرة على الميمنة غاص في أوساطهم خرج من أعقابهم ثم يرجع إلى مركزه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون وقد اشتد به العطش فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج وكان عليها 4000 فأقحم الفرس الماء وأراد أن يشرب انظر رحمة الحسين فمد الفرس رأسه ليشرب فقال الحسين يا جواد أنت عطشان وأنا عطشان والله لا أشرب حتى تشرب وكأن الفرس فهم الكلام ورفع رأسه ولم يشرب ثم أراد مولانا أن يشرب فصاح بهم أحدهما تلتذ بالماء وقد هتكت حرمك فرمى الماء على الماء ورجع بسرعة إلى الخيام فوجدها مكيدة وهكذا شاءت الأغداء يا أيار أن يموت أبو عبد الله ظمأنا ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر لصم لذاب فانتازا فرصة وودع العيال الوداع الثاني وقال يا زينب يا أم كلثوم عليكم بالصبر ولبس الأزر واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير
ثم يعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم. ثم قال يا زينب علي بثوب عتيق، فجاءت له بتبان وهو سروال الضيق القصير. قال هذا من ضربت عليه الذلة. فجاءت بصراويل حبراء فمزقها فسألته عن ذلك. قال زينب زينب إني مقتول مسلويب، لما أقطع هذا السروال ما حد يأخذ مني. ثم ذهب إلى الإمام زين العابدين ومولانا السجاد لا يعلم بشيء. كان أبو عبد الله إذا جاء يكون معه أبو الفضل وعلي الأكبر. قال أب أين عمي العباس؟ أب أين أخي علي الأكبر؟ فبكى الحسين. قال بني أعلم إنه وقعت الحرب بيننا وبينهم، ولم يبق إلا أنا وأنت. فصاح زين العابدين عم زينب علي بالسيف والعصا. قالت ما تصنع بهما؟ قال العصا أتوكى عليها، وأما السيف أذب به عن ابن بنت رسول الله. فقال الحسين أخي زينب احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. ثم رجع مولانا إلى المعركة، كان يحمل ويرجع وبه جراحات. يقول أخي زينب شد جراحاي، فيفتح لها قميص صدري فتلطم خدها. تقول أخي أي جرح أشد؟ ثم إن مولانا عليه السلام رجع إلى القوم، عظم الله لكم الأجر. فرماه أبو الحطب بحجر على جبهته، ورماه آخر بسهم، فسال الدمع من جلجل صدره. ورفع القميص ليمسح الدم، فبان نحره لحرملة، فرماه بسهم مثلث مسموم. يا الله، فطاح في قلب إمامنا. أراد الحسين أن يستخرجه فلم يتمكن، فانحنى على كربوس فرسه فأخرج السهم من قبله. فسالت الدماء كأنها الميزاب. فرفع الحسين طرفه إلى السماء، وضع يده تحت ذلك الجرح حتى امتلأت دما عبيطا، فرمى بها نحو السماء وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. ثم ملأ ثانية فلطخ بها وجهه ولحيته وقال هكذا ألقى الله ورسول الله، وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. يا مؤمنون، عظم الله لكم الأجر. فلم يتحمل الإمام فهوى من ظهر الجواد
على وجه الرمضاء على خده الأيمان قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة جده رسول الله وانتهى إليه مالك بن النصر فضرب مولانا في السيف وكان عليه برنص فامتلأ البرنص دما واعتم على القرنص وقال ما لك لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين ثم إن الحسين عليه السلام بقى مليا يجود بمهجته الشريفة فقوم قالوا إن الحسين يريد أن يستريح وبعضهم قال إنها مكيدة وبعضهم قال إنه قد فارق الحياة لكن الدليل ما هو قال شمر اللعين احملوا على المخيم فقال الحسين عليه السلام يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وكونوا أعرابا كما تزعمون قال الشمر ما تريد يا ابن فاطمة قال أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح قال اقصدوني بنفسي واترك حرمي يا مؤمنون فجاءوا إلي عظم الله لك الأجر يا رسول الله يا أمير المؤمنين يا فاطمة الزهراء اجتمعوا عليه أربعة فرق فرقة بالسيوف وفرقة بالحجارة وفرقة بالنبال وفرقة بالرماح فطعنه الحسين بن النمير في صدره وضعنه في رمحه في بواني ترقوته ورماه آخر بسهم في حلقه وطعنه سنان بن أنس في خاصرته.